قبل لا نتعرف في السحب من اللي راح نتصل عليه ونشوف جوابه، ظرف مجموعة رمزي وابو شوق وابو حشر وابو بنت الديرة مقاضي رمضان لأسرتين بقيمة 15,000 ريال. يعني رمضان لا تشيلها. خلونا نشوف المجموعة الطيبة هذه ايش يقول. السوارة من كارتيه يزيد سعرها عن 10,000 ريال. لا لك ترند كله عندنا شغل براند. الله الله الله، مجموعة ولد العمة وابو خالد وابو المها وابن مشيب ميك اب من براند ماك بقيمة 20,000 ريال. نتصل ونشوف. السلام عليكم. وعليكم السلام. من معي أختي؟ خديجة الله يعافيك. أهلين أخت خديجة، من وين؟ من الرياض. طيب يا أخت خديجة فزتي معانا ووقع الاختيار عليك، ولكن ما ندري إيش الظرف اللي راح تختارينه. ظرف مجموعة أبو بنت الديرة وأبو حشر ورمزي وأبو شوق، ولا ظرف غازي المطيري وأبو عتيبة وعبد القادر، ولا ظرف أبو خالد وولد العمة وسعيد أبو المهو بن مشيب؟ اختاري يا أختي. ركزي يا أختي، أكيد أنك شفت الحلقة الماضية وشفت التلميحات اللي صارت. ركزي. ها طيب غازي المطيري. أشياء مبروك، هديتك سوارة من غازي المطيري. مبروك، هديتك سوارة من كارتير سعرها فوق 10,000 ريال. تستاهل تستاهل.